إذن صباح الخير. سعيد أن يكون بجانبي صديقي الأستاذ أنس الطريقي لتقديم قراءته في كتاب الأستاذ محمد الحداد الدولة العالقة مأزق المواطنة والحكم المدني في المجتمعات الإسلامية. في الحقيقة كان من المفروض أن يكون بيننا صاحب الكتاب ولكنه تغيب لأسباب ربما شخصية، ولكن لا إشكال في هذا لأن القراءة النقدية التي سيقدمها الأستاذ أنس الطريقي ستكون وافية، وربما تكون هنالك فرص أخرى تعقيبا من الأستاذ ربما على ما قد يستمعه، والمحاضرة مسجلة في كل الأحوال وهي أمامكم معروضة احتراما لكم وتقديرا لحضوركم الدائم بيننا للنقاش، ويمكننا أن نتحاور فيما سيطرحه الأستاذ أنس الطريقي، لأن تقديمه وإن كان سيضع هذا الكتاب الذي نقدر أهميته لأنه مهم، هذا الكتاب لمن اطلع عليه منكم وأنا اطلعت عليه، طبعا الأستاذ أنس الطريقي الذي سيقدم قراءته اطلع عليه وقرأه، يعني هو مهم بالنظر إلى ما يطرحه من إشكالية كبرى تهم الفكر الكوني بصورة عامة، مسألة الدولة لأنها مفهوم مشكل في وهو متحول ومتغير وفق الظروف والإيديولوجيات وتطور الفكر، وهو كما يقول بعض الفلاسفة مسألة الدولة هي الفكرة الثانية الوحيدة التي وصل إليها الفكر البشري بعد فكرة الإله، لأن الكثير من الأفكار الفلسفية تقول أن الفكر البشري منذ لومو سابيان يعني الإنسان المدرك لم يصل إلا إلى فكرتين أساسيتين، وليس هنالك فكرة ثالثة، أولها فكرة الإله والثانية فكرة الدولة، والتي يعتبرها أيضا البعض أن فكرة الدولة هي تطور لفكرة الإله، وما كانت تقوم به الآلهة في الفكر ما قبل الحديث في بعض الفلسفات أقول أصبحت هذا الدور أصبحت تقوم به الدولة، من التشريع من التنظيم المجتمع من المراقبة أيضا من العقاب من الأمان المرصودة أصلا في تنظيم المجتمعات بصورة عامة، وأن بعض المجتمعات التي تجاوزت خاصة بعد الفكر النيتشاوي وفكرة موت الإله في السياق الغربي إلى غير ذلك، فإن الدولة هي التي أصبحت تعوض الإله في المجتمع وأصبحت تقوم بكل الأدوار التي كانت تقوم بها الآلهة بصورة عامة. هنالك مثل هذه التيارات. لماذا أقول أن هذه الفكرة؟ لأنني بصدد استفزاز صديقي أنس الطريقي الذي هو ليس متطفل على فكرة الدولة، لأن أطروحته التي قدمها لنيل شهادة الدكتوراه كانت حول مفهوم الدولة بصورة أو بأخرى، ولكن مع تحديد وهي الدولة الدينية في الفكر العربي المعاصر، واستوجب منه ذلك تقديما نظريا مهما في حدود 90 صفحة، وهذا مهم في ذلك الوقت، حول مفهوم الدولة ذاته، تلك الدولة التي قد قدمت فيها أشكال نظرية كبيرة، الدولة المستحيلة كما هو معروف The Impossible State من أشهر الكتب مؤخرا في السنوات الأخيرة كما قدمها وائل حلاق الذي يعتبر عند البعض مفكرا، وأيضا أنا أدعو وهذه دعوة إلى القراءة النقدية التي العميقة والمحترمة التي قدمها أنس الطريقي في كتاب The Impossible State، الدولة
الدولة المستحيلة المنشور في مجلة الباب، وهي قراءة في تقديري متميزة جدا لتقديم مفهوم عن الدولة، هو في تقديري مفهوم مخاتل. العدد الخامس يقول لي أظن العدد الخامس أو السادس من مجلة الباب، يمكن الاطلاع عليها حتى بصورة رقمية، يعني قراءة الأستاذ أنس طريقي في أصبحت هذه المسائل، مفهوم الدولة المدنية، الدولة الديمقراطية، الدولة ما بعد الحديثة، دولة المواطنة كما يطرحها الأستاذ محمد الحديث. طبعا هذا الكتاب الذي يقدمه هو في إطار مشروع كامل بالاطلاع على كل مؤلفات الأستاذ محمد الحديث، الذي تعرفونه جميعا أخذ أو تحصل على الدكتوراه من جامعة سوربون تحت إشراف محمد أركون، وهو أستاذ التعليم العالي المتخصص في الدراسات الحضارة العربية والأديان المقارنة أيضا، وله الكثير من المؤلفات فيما يتعلق بالإصلاح الديني، بفكر عصر النهضة في القرن التاسع عشر، في الكثير من المراجعات المهمة في هذا المجال، في مسألة التنوير، في مسألة الإيمان الفردي أيضا، كلها يجعل هذا الكتاب هو خلاصة عصارة تفكير في مسألة الإصلاح الذي يطلق عليه الإصلاح الديني، ولكن كلمة الإصلاح الديني عند محمد الحداد لا تتعلق بالدين، وإن أطلق عليها مسألة الإصلاح الديني، لأنه يعتبر هذا الإصلاح بصورة عامة هو إصلاح شامل يتعلق فيما هو فكري فيما هو سياسي. وأظن أن هذا الكتاب الدولة العالقة ينخرط في جهود المفكرين والمثقفين من ذوي المشاريع الإصلاحية التي تحاول أن تعالج مفاهيم كبرى مثل مفهوم الدولة في الإطار العربي والإسلامي الراهن بكل إشكالياته بكل مراجعاته على أي أسس نظرية ومعرفية يمكننا بناء مفهوم للدولة. لا أريد فعلا أن أتحدث عن هذا الكتاب، وفي تقديري هو مهم، ولذلك نحن مجتمعون هنا للحديث عنه، للنقاش حوله للنقاش بالخصوص حول منطلقاته الفكرية، ولكن حول ما يمكنه أن يطرح هذا الكتاب من إشكاليات تهمنا جميعا، ونحن حتى في سياقنا الراهن الحديث حتى الخصوصي التونسي تناقشنا في شكل الدولة منذ اللحظة التأسيسية ما بعد 2011، بدأنا ونحن نشرع لدستور جديد نحتفل غدا بالذكرى الخامسة لدستور 27 جانفي 2018، وهذا مهم. إذن فتزامن نقاشنا لهذا الكتاب أيضا له دلالته، لأن تعرفون كل الجدالات الطويلة سواء تحت قبة المجلس التأسيسي لمدة 3 سنوات أو حتى في الشارع وفي الصحافة وفي الميديا وفي الإعلام حول مرجعية الدولة، شكل الدولة، كيف تدار الدولة، سواء كان دستوريا ولكن أيضا فكريا ونظريا، ومرجعيات هذه الدولة التي نعيش فيها والتي يقال عنها في الفصل الثاني من الدستور التونسي، وهو فصل غير قابل للمراجعة، على أنها دولة مدنية تجنبا لعبارة أفضلها وهي دولة علمانية، ولكن عبارة علمانية قد تفزع الكثيرين، فالتجأنا إلى عبارة تعود إلى القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، دستور 59 لا قبل دستور 59، هذه مدنية الدولة، هذه تعود إلى فرح أنطون، إلى محمد عبده، إلى غير ذلك، تجنبا لكلمة علمانية المفزعة نظرا للتشويه الديني والأخلاقوي لعبارة علمانية وربطها بمجال اللاديني، وهذا غير خاطئ تماما، في الحقيقة خاطئ تماما ويجب مراجعته. لذلك كل هذه الرهانات تجعل مسألة الدولة التي يسميها محمد الحداد
اليوم عالقة، وهذا النعت مهم ربما ويجب، لكن هذا الفصل الثاني من الدستور التونسي أنها دولة مدنية حتى لا أنسى، هو يراه البعض من أهل القانون الدستوري وبعض المفكرين وبعض الباحثين على أنه يتعارض مع الفصل الأول من الدستور أو في نزاع فيه، وكلا الفصلين كما تعلمين غير قابلين للتعديل. إذا نحن أمام فعلا رهانات حقيقية لا تهم في العموم العالم أو المجتمعات العربية والإسلامية فقط، وإنما أيضا هي تتعلق أيضا بواقعنا حتى الخاص التونسي، ونحن في جدال دائم منذ القرن التاسع عشر، منذ الحركة الإصلاحية، منذ مقدمات مثلا ابن أبي الضياف للإتحاف في تحليله أو كيفية مقاومة الاستبداد في القرن التاسع عشر في تونس بتحديده لثلاثة أنظمة الحكم هذه التي اختارها لتقديمها الملكي المطلق وما يسميه هو الملكية الجمهورية الملكية الجمهورية كذا أو الملكية المقيدة بقانون، واختار هو الملكية المقيدة بقانون لأنه في ركاب السلطة طبعا ولا يمكن أن يختار غير ذلك. ونحن نتحاور في شكل هذه الدولة التي قلت كما يراها سيد محمد الحداد دولة عالقة أو بلغتنا واحلة، وينبغي إعادة النظر في شكل هذه الدولة. كيف ذلك؟ ما هي رهانات هذه الدولة العالقة؟ ما الذي يقترحه الأستاذ محمد الحداد؟ ربما ما الذي يطرح للنقاش مع الأستاذ محمد الحداد؟ هذه من مهام الأستاذ الصديق العزيز الذي أفخر بالتزامه الأخلاقي اليوم لتقديم كتاب الأستاذ محمد الحداد، وأريد أن أذكر عنه شيئا شخصيا. أنا فعلا من المعتزين بصداقة أنس الطريقي، وهو صديقي قبل كل شيء أولا، وثانيا أقول عنه إنه جدي إلى درجة معقدة. فعلا هو إنسان جدي إلى حد التعقيد، إلى حد أنني أتخاصم معه وأقول له إفو مترفان، يعني حين هو يقرأ شيئا أو يبحث في شيء فإن قراءاته لا تقف عند حد، وكل نقطة لا يتجاوزها بدون، وهذا في تقديري وأقوله فليسمح لي لأنه صديقي، أنه يعطل نفسه على الكتابة بكثرة القراءة، فهو من كثر جديته لا يمكنه، لا يسمح لنفسه بأن يكتب أي شيء كما اتفق، ويحتاج إلى قراءات معقدة جدا في فلسفة القانون وفي الفلسفة العامة وفي فلسفة الدولة وفي فلسفة، ويعود إلى هيجل وإلى هايدغر وإلى شكون اللي عملت المقاربة في سفاقس هيوم، إلى المقاربة الهيومية. وهو مثال من ناحية أمام الباحثين أمام الجدية والاطلاع، ولكنه لا تتخذوه مثالا كبيرا لأنه سيعطلكم كثيرا وسيتعبكم كثيرا، وقد أتعبني بصورة شخصية كثيرة، وأقول له يا أنس كفى قراءة واكتب لنا ما تكتب، لأننا في حاجة فعلية إلى كتابة مثل كتابة أنس الطريقي، وأنا أركض وراءه منذ سنوات لينشر أطروحته، وما عطل نشر أطروحته إلا صرامته مع نفسه
وجديته، لأنه يقول هنالك شيء جديد يجب أن أضيفه إلى الأطروحة، وفي كل مرة يخرج كل شهر مقال جديد، وعليه أن يحلل ذلك المفهوم بطريقة جدية وجديدة. فانشر لنا أطروحتك يا سيد أنس كما كانت، لأنها تستحق أن تكون منشورة على الملأ، فلو سمحت أنشر أطروحتك. تفضل سيد أنس. شكرا صديقي نادر بعد أن فضحتني. أول شيء أريد أن أشكر هذه المؤسسة الراعية لهذا النشاط، وهي مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، وأشكر الجمعية المؤطرة لهذا النشاط والمنظمة له، جمعية الدراسات الفكرية والاجتماعية بتونس، وعلى رأسها زميلي وصديقي نادر الحمامي. أريد أيضا أن أشكر الأستاذ محمد الحداد الذي هو أستاذي الذي أتعلم منه باستمرار، وأشكره أيضا لاطلاعه بدور المثقف الذي يهتم بقضايا مجتمعه وقضايا أمته، وخاصة في اهتمامه بالقضية الأساسية التي تسبب لنا مشاكل بالجملة، وهي قضية تأسيس شرعية الدولة، هذه الدولة الثانية التي نريد أن نؤسسها بعد ثورات الربيع العربي، والتي توجد الآن في وضع نزاع بين أطروحتين أساسيتين في الشرعية، الأطروحة المستأنفة وهي أطروحة الدولة الحديثة دولة الاستقلال، والأطروحة الثانية واسمحوا لي أن أسميها اقتباسا من عبارات الأستاذ الحداد، وهي أطروحة الأصولية الإسلامية التي روجت خطابها بصفة تكاد تكون كونية، لتفرضه أساسا آخر، لتفرض من خلاله أساسا آخر للشرعية، لشرعية الدولة التي نريد أن نؤسسها. لا مفر في بداية كل قراءة من أن نقدم المراحل التي سنجري بها هذه القراءة، وأنا أعتقد أنه لا يمكن في حضرة كتاب بهذا العمق وبهذه الدقة والرفعة الفكرية إلا أن نكون ممجدين في الواقع، ولكن التمجيد عندنا وفي ذاكرتنا أمر مشين، وكي لا يكون التمجيد فجرا لابد أن يكون تثمينا للكتاب، والتثمين عندنا وفي عرفنا نقد، والنقد لابد أن يجري ونحن في هذا السياق التأويلي الذي نعيش فيه الآن، الذي تحولت فيه المعرفة إلى صراع تأويلات، وإلى العيش في العالم إلى عيش بالتأويلات. أقول إن النقد في بهذا المنطق التأويلي هو تفاعل مع الأفكار التي يطرحها أي مفكر وأي كتاب، لا أي رأي بطبيعة الحال، وهو تفاعل أعتقد أنه يجب أن يكون في نظري بطريقتين. الطريقة الأولى هي الطريقة الموجبة، أي التي تحاول أن تستكشف أطروحة الكتاب أو الفكرة الأساسية التي يحملها والفرضية الأساسية التي يقدمها وخط التفكير الذي يعتمد للاستدلال على هذه الأطروحة أو لشرحها وتفسيرها للقارئ أو لدعمها. وعادة ما تكون الأطروحات فرضيات تفكير، مقترحات تفكير، وهذه المقترحات تؤسس نفسها بمدى منطقية خط التفكير الذي تقترحه، وتبني تصوراتها عادة على المفاهيم والقدرة على اجتراح المفاهيم الصلبة التي تمثل تجريدات إن شاء الله
للأفكار الكبرى الأساسية التي يجب أن تتمفصل حسبها الأفكار. هذه القدرة هي قدرة في الواقع لا يمتلكها إلا المفكرون. وأنا بصراحة أعتقد أن هذا الكتاب من مظاهر قيمته هو هذه القدرة على اشتراح المفاهيم وتقديم المفاهيم. وإلى جانب القراءة الموجبة هناك الطريقة الثانية في التفاعل الضرورية حسب رأيي في مع الأفكار، وهي الطريقة السالبة، لا ميثود باسيف. ليست هذه الطريقة إن شئنا سلبية، ليست كلمة باسيف أو سالبة حاملة لمعنى سلبي، وإنما هي هذه الطريقة تتمثل في أن نقدم ما لم يقل في هذا الكتاب، أي أن نواجه الأفكار التي قيلت في هذا الكتاب أو التي قدمت بأفكار أخرى يوحي بها الحديث في المواضيع التي تحدث فيها هذا الكتاب. أن نواجه هذا الكتاب بوصفه منطقة تفكير، بمنطق آخر ممكن في التفكير، وليست هذه الطريقة السالبة نفيا للأفكار الكتاب وادعاء بأن الأفكار الأخرى هي أكثر قدرة على الإمساك بالحقيقة، وإنما هي أفكار تقدم مناويل تفكير أخرى جائزة أيضا في هذا السياق التأويلي الذي تتحرك فيه أفكار هذا الكتاب. ولعل ذلك مما يزيد في تثمين الكتاب الذي بذل فيه صاحبه مجهودا كبيرا، وتزيد في إبراز الثراء الموجود فيه. وكان من المفترض أن نجري هذه القراءة بطريقة حوارية، لكن للأسف تعذر على الأستاذ الحداد الحضور. وفي الواقع أنا سأحاول أن أقدم قراءة مسترسلة بعد أن كنت جهزتها في شكل قراءة تحاورية، أي أنني جهزت انقطاعات فيها ستسمح للمؤلف بأن يعلق على ما أنوي قوله، ولكني الآن مضطر إلى تغيير منطق تقديم لهذه القراءة بسبب هذا الظرف الطارئ. ولذلك أشعر مباشرة في تقديم قراءة الموجبة لهذا الكتاب، أي كيف تبينت منطقه وأفكاره وما هي الفرضية التي بدت لي من خلال هذا الكتاب. يمكن القول في الواقع في سياق القراءة الموجبة أن الكتاب هو في الواقع محاولة لتأسيس شرعية الدولة الإسلامية الراهنة عقب ثورات الربيع العربي. وهذا الموضوع في الواقع يمثل موضوع النزاع الأساسي الذي تعيشه الدولة العربية الراهنة بعد هذه الثورات بطبيعة الحال، ونحن نعيش في تونس بصفة واضحة عبر هذا الاستقطاب الثنائي بين جهتين إيديولوجيتين، جهة تقريبا علمانية ليبرالية وجهة أخرى إسلاموية أصولية. ومفهوم الدولة العالقة الذي يمثل علمانا لهذا الكتاب هو المعبر في الواقع عن زاوية النظر هذه التي اعتمدها الأستاذ الحداد، وهي زاوية نظر تأسيس الشرعية. وزاوية النظر عبارة الدولة العالقة تنبه إلى أن الأشكال، أي أن السؤال يجب أن يركز لا على تفاصيل الدولة، كيف نكتب الدستور، كيف نؤسس البرلمان، كيف، لا إن الأهم فيها هو أن نتساءل حول مضمون
ومحتوى الشرعية الذي يمكن أن يحقق الاتفاق الجماعي بين هؤلاء الناس المتعايشين في مجال جغرافي محدد هو تونس أو مصر أو غيرها. ومن هذا المنظور من منظور تأسيس الشرعية، الدولة العالقة في عنوان كتاب الحداد هي عالقة لأنها دولة في وضع اهتزاز شرعية، أو أنها دولة في وضع توقف شرعية، كأن الإجماع الجماعي إن شاءنا اجتماعي للمواطن حول الدولة هو في لحظة انتظار، في لحظة حبس للنفس. وإن الإجماع هنا في وضع اختلاف كبير جدا، والمعلوم أن لا وجود للدولة ما لم يوجد إجماع حول محتوى الشرعية الذي تسير به هذه الدولة، وهي دولة عالقة في كتاب الأستاذ الحداد لأنها دولة موجودة بين فكي كماشة. هذان الفكان يحاولان تدمير شرعية هذه الدولة، ويمكن أن يهزها إلى الفوضى والعنف. هاتان الشرعيتان البديلتان اللتان تهزان شرعية الدولة هي شرعية تتبناها الأصولية الإسلامية، وشرعية أخرى هي بدورها أصولية حسب كتاب الحداد، وهي شرعية الدولة النيوليبرالية، وهي دولة العولمة السائبة كما يسميها، هي دولة العولمة السائبة. فشرعية الدولة التي نعيش فيها الآن هي شرعية مهتزة ومهددة من قبل شرعيتين إن شاءنا مناوئتين يمكن أن تدمرها، هما الشرعية الأصولية وشرعية العولمة السائبة النيوليبرالية هذه المخترقة لفضاءات الدول والمهددة لسيادتها بهذه الأصولية الاقتصادية كما يسميها الأستاذ الحداد، أو أصولية السوق. هذه المحاولة إذن في هذا الكتاب لتأسيس الشرعية هي أيضا قيمتها الفعلية في أنها لا تكتفي بالتنبيه إلى أن مناط التفكير الأساسي في موضوع الدولة هو موضوع الشرعية، وإنما هي تقدم استراتيجية نظرية وعملية لتأسيس هذه الشرعية. لا يكتفي الأستاذ الحداد ببيان نقطة الإشكال الأساسية، وإنما هو يقدم استراتيجية لها مقدماتها النظرية ويقترح لها حلولها العملية لتأسيس هذه الشرعية. وهذه الاستراتيجية من الجهة النظرية عند الأستاذ الحداد تتأسس لا في الواقع الحالي، لا تجد أساسها، لا تبحث عن مبرراتها في الواقع، وإنما هي تبحث عنه في منابع الذات العربية الإسلامية الراهنة، تبحث عن تلك الشرعية في تاريخها، لأنها لا تعتبر أن هذه الذات ذات مقطوعة عن التاريخ، وإنما التاريخ جزء من مكونات هذه الذات، وتبحث عن هذه الشرعية في ذاكرتها الجماعية، في تلك الذاكرة الجماعية، ولا تبحث عنها في إحداثيات معينة لتلك الذاكرة الجماعية قد تتجسد في بعض الزعامات التي مرت بتاريخ تونس، كما يقع ذلك الآن ب
البحث عن شرعية فيه من خلال استعادة الرمز الزعيم بورقيبة مثلا. لا، إن هذا النوع من التركيز للشرعية في شخص معين قد يتعارض مع رغبتنا في التأسيس الديمقراطي الذي يريد أن ينفلت من هذه الشخصنة للإجماع. الإجماع لا يتأسس حول الأشخاص، وإنما هو يتأسس حول الأفكار التي تقتنع بها الضمائر. وهذه الاستراتيجية النظرية أيضا تقوم على مفهومين أساسيين، وهما عملية التحيين، وتقترح للتحيين مفهوم التأصيل فالحداد، والتحيين أي أن نحيين هذه الشرعية التي عشنا بها فترة معينة من الزمن، والتي صارت الآن في وضعية اهتزاز، وأنه علينا الآن أن نجددها تماما كما يتجدد الوجود حولنا، وتماما كما يتجدد الإنسان ويتغير، فليس ابني نسخة مني، ونحن لا نسبح في النهر نفسه مرتين. وهي شرعية تقترح مفهوم التأصيل لأنها تريد أن تبحث عن منابع أو أساسات أو أعمدة موجودة في تاريخ هذه الذات، في ذاكرتها، بإمكانها أن تجعل عملية التأسيس صلبة بالقدر الكافي حتى لا تكون شرعية مأخوذة من خارج التاريخ، ملقاة من خارج التاريخ. أما عمليا هذه الاستراتيجية، إذا قلنا هي نظريا تقترح تأسيس هذه الشرعية في تاريخ الذات، وهي تؤسسها كذلك عن طريق فكرة أساسية في الوجود البشري، عملية التحيين، وتقدم لها مفهوم التأصيل. وعمليا ما دام فك الكماشة المفتوحتين هاتان اللتان تريدان تدمير هذه الدولة الوطنية، هما تصوران زمنيان للدولة تمثلهما الأصولية الإسلامية والعولمة. فتحين شرعية الدولة، هذه الدولة، عبر تأصيلها، إذن سيكون عند الحدد بإعادة ربطها بهذا الجوهر المفقود في جذورها العربية الأولى، التي يعينها الحداد، هذا الجوهر الذي فقدته الدولة، جوهرها الذي فقدته بسبب تطبيقاتها التاريخية، سيبحث عن الجوهر الأساسي للدولة لتلك الشرعية في تراثها القريب، أي في فترتها النهضوية الإصلاحية. ما دام التطبيق التاريخي للدولة قد التبس أو لبس هذه الشرعية بخصائص التجارب التاريخية، تجربة دولة الاستقلال وتجربة الدولة القومية، فإنه يتعين علينا الآن أن نعين ذلك الغلاف التجريبي الذي غطى محتوى الشرعية الأساسي الذي تقوم عليه الدولة، علينا أن نزيله ونعود إلى الأسس الأولى ونستأنف البناء عليها من جديد. وبالنسبة إلى الأسس الحداد، هو يجدها في فكر النهضة، وذلك الفكر الإصلاحي أساسا الذي يمثل عنده البدايات الأولى، البدر لتحسس الدولة الحديثة، ولبناء الدولة، بناء الشرعية الأساسية الإسلامية، الأساسية العربية الإسلامية التي يجب أن نعود إليها. إذن المطلوب لتحيين شرعية الدولة عبر تأصيلها هو تجاوز ارتكاسها الهووي في دولة الأمة، وأن نعود إلى دولة المواطنة، هذه التي يجد تجسيدها أو تحسسها الأولي عندنا يجده في التجربة النهضوية، تجربة أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. و
ليست دولة المواطنة التي يدعو إليها الأستاذ الحداد من منظور تأسيس الشرعية نافيا للدولة الوطنية، لا، إنما هي التجاوز لهذا الجوهر القومي الهووي النمطي بالضرورة. التجربة القومية كانت تجربة نمطية أرادت أن تصهر الاختلاف. فترة الفكر القومي أرادت أن تصهر الاختلاف والتعدد في مشروع إيديولوجي موحد قاض على الاختلاف والتعدد، ولذلك فقد أدت إلى تكوين بذور العنف بدل تكوين الإجماع الذي يجب، الذي هو أساس وجود كل دولة وانخراط فردي طوعي في مشروعها الجماعي. وإذن نحن نريد أن نعود إلى لتجاوز هذا الجوهر القومي الهووي، الذي يحول الاندماج الطوعي في مشروع دولة إلى عملية صهر قسرية سالبة للخصوصية الثقافية. كذلك ليست استعادة الفترة الإصلاحية، لأنه الحداد يقترح العودة إلى تلك الفترة الإصلاحية، ليست استعادة تلك الفترة، هي استعادة للمضامين، للأفكار التي قدمها هؤلاء المصلحون لمضامين تفاعلهم مع الدولة الحديثة، إنما هي استعادة لتلك التطلعات البكر للتلاؤم ولتأسيس شرعية فيها شرعية تمكن هذه الأفكار الحديثة من أن تدخل الفضاء الإسلامي ولا تؤدي إلى انخرام الإجماع الضروري حول الدولة. ولذلك أنا بالنسبة إلي يمكن أن أصوغ هذه الأطروحة التي يقدم هذا الكتاب على النحو التالي: لتأسيس شرعية الدولة العربية الإسلامية الراهنة علينا أن نستأنف في زمننا العولمي الراهن تلك الشرعية، يعني عملية استئناف هي في الواقع عملية قفز على فترتين، على فترة قومية وفترة حالية، فترة إرباك للشرعية، هي فترة إرباك للشرعية بإدخالها بربطها بقيم هووية تثير النعرات وتؤدي إلى الاحتراب أو التقاتل أو العنف. نحن نريد أن نستعيد، أن نستأنف هذه الشرعية باستعادة لحظة تأسيسها الأولى التي ردمتها لحظتنا الدولتية الهووية القومية والأصولية، وهي لحظة تأسيسها النهضوية الإصلاحية. ففي تلك اللحظة النهضوية، أنا أستعيد هنا عبارات الأستاذ الحداد، كانت الحدوث الأولى التي ينبغي استئنافها الآن بجوهر مفهوم الدولة. الحدس الإدراك الأولي لجوهر مفهوم الدولة ولا لتطبيقها التاريخي الغربي وقع في تلك الفترة، الفترة المفصلية من تاريخنا، فترة فكر النهضة. أما الفترات اللاحقة فكانت فترات إيديولوجية وإيديولوجية هووية إن شئنا، حملت المجموعات الوطنية نحو مشاريع في الواقع مشاريع إيديولوجية لا تحقق الوفاق، وإلا ما هي تحقق الصدام، لا تحقق الإجماع الوجداني المطلوب حول الدولة، وإنما هي تحقق تنشر بذور الفرقة التي نراها الآن في دول ما بعد الدول العربية الإسلامية ما بعد الثورات، ما بعد الثورة هذه، ثورة الربيع العربي التي دخلت في عنف، هو عنف ليس عنفا طارئا، وإنما هو عنف له جذوره الأولى في تاريخ تلك الدول في تجاربها الدولتية الهووية أساسا. أريد الآن أن أفسح المجال لأطروحة هذا الكتاب كي تعبر عن نفسها في لغة الأستاذ
الحداد بما أنه ليس موجودا بيننا، أريد أن أذكر بالجمل التي بدت لي جمل أساسية لفهم هذه الأطروحة. أنا سأقرأ عليكم بعض الجمل التي تمثل هذه الأطروحة. يقول الأستاذ الحداد في بداية كتابه: الأطروحة العامة لهذا الكتاب إن الدولة الوطنية باعتبارها فكرة حديثة تمثل الشكل الوحيد الممكن للدولة في العصر الحديث، ولا يمكن أن تقوم وتستقر إلا بمراجعة عميقة للتأويل الديني والوظائف الدينية في المجتمع، وهو ما ندعوه بالإصلاح الديني. هذا الشاهد موجود صفحة 16 من الكتاب. سأقفز الآن إلى صفحة أخرى، صفحة 266. يقول الأستاذ الحداد في سياق ما اعتبرته أنا تأسيسا لأطروحته: إذا كانت الدولة الوطنية بالشكل الكلاسيكي لم تعد قادرة على الاستمرار، نحن نعيش وضع الدولة العالقة، فالدولة الوطنية بالشكل الكلاسيكي الآن عاجزة عن الاستمرار حسب الحداد، فإن تجددها لا يحتاج إلى حنين إيديولوجي إلى فترة قومية وفترة زعامات، وإنما يحتاج إلى رؤية واقعية محورها تحديد وظيفة الدولة في تحويل الصراعات الاجتماعية من دائرة العنف إلى دائرة التوافق، وتوسيع هذا التوافق تدريجيا ليشمل أكبر قدر من الأشخاص. هذا ما يمكن أن تعنيه اليوم عبارة دولة المواطنة. أقفز إلى صفحة أخرى، يقول الأستاذ الحداد تبريرا لعودته إلى ذلك العصر النهضوي لاستئناف الشرعي، يقول: لم يتنزل اهتمامنا بالعصر النهضوي أي القرن 19 في مواجهة الردة الفكرية المعاصرة بالمرجعيات النهضوية، وإنما تتمثل المشكلة الرئيسية في تحديد الاستراتيجية الأكثر نجاعة لتحقيق الفعل الثقافي التجديدي والتنوير. إذن هي عودة استراتيجية، لا يكفي الخطابات الفضفاضة التي تتغنى بالشيء، نحن في حاجة إلى استراتيجيات، ونحن في حاجة إلى جرأة مفكرين يقدمون لنا استراتيجيات مبنية على معرفة عميقة. والأستاذ الحداد يستثمر معرفته بالدولة التي تعلمناها منه في الواقع، تعلمنا جزءا منها منه هو بالذات، يستثمر هذه المعرفة ليقترح علينا استراتيجية لإعادة تأسيس الشرعي. وإنما تتمثل المشكلة الرئيسية في تحديد الاستراتيجية الأكثر نجاعة لتحقيق الفعل الثقافي التجديدي والتنويري. الانطلاق من عصر النهضة لا يعني أننا سنجد فيه حلول لمشاكلنا في الحاضر، لكننا سنجد منطلقات يمكن أن نؤسس عليها. قيمة ذلك الخطاب، أي ذلك الخطاب، لا تتحدد بما قدمه من معارف وهي متجاوزة بلا شك، وإنما تتمثل في قيمة الخطاب، وإنما تتمثل قيمة الخطاب في أنه يمثل لحظة تأسيسية قبلت مساءلة السائد والانفتاح على الجديد، فهي لحظة مشروعية، لحظة مشروعية، وهذا ما يحتاج إليه، وهذا ما تحتاج إليه معركة التأصيل. من هذا المنطلق أنا سأشرح مفاصل هذا الكتاب كما وعدت بذلك في حديثي عن هذه الطريقة الموجبة في الحديث عن الكتاب. إذا كان الباب الأول من الكتاب، بابه الأول هو تعيين للأطروحة، تعيين خاصة للأطروحة التي سيقوم عليها الكتاب والفرضية التي يقترحها هذا الكتاب،
وتعيين المفاهيم الإجرائية التي سيعتمدها لتمثل ركائز لمسار تفكيره. فإن بقية الأبواب الخمسة المتبقية من الكتاب هي تقريبا حجاج لفائدة هذه الأضرع. سيقدم استدلاله على هذه الأطروحة التي يقترحها، وهي أنه نحتاج لتجديد الشرعية للعودة إلى أو لاستئناف الحوار حول هذه الشرعية إلى نقطة بداية أساسية، وهي النقطة الإصلاحية النهضوية. فتلك البداية فيها الحدوث الأولى لتأسيس الشرعية التي يجب أن نعود إليها لإعادة التفكير من جديد في وتطوير تلك الحدوث لتأسيس شرعية الدولة الراهنة. والحجاج في الواقع في هذه الأبواب الخمسة المتبقية من الكتاب يجري في الواقع في اتجاهين اثنين. الاتجاه الأول هو اتجاه استدلالي ويظهر في الباب الثاني من الكتاب مثلا، وفيه يستدل على أحقية فكر النهضة بأن يكون منطلق التأصيل، وهو استدلال يقوم على تفكيك هذه الحدوث التحديثية الإصلاحية وبيان علاقتها بمفهوم المواطنة الذي سنشرحه لاحقا. وينجز ذلك الحداد في هذا الباب الثاني في خمسة فصول شرحت الكيفية التي مثل بها عصر النهضة، سواء في تنظيماته المستحدثة في الدستور، في التجربة الدستورية التونسية والعثمانية، في الأفكار التنويرية النهضوية، الطهطاوي، خير الدين، ابن أبي الضياف، في الكواكب، شرح الكواكب الاستبداد. وهذه الأفكار إذن يقدمها على أساس أن مظاهر تفاعل إيجابي مع الدولة الحديثة وتكريس لفكرة المواطنة. الاتجاه الثاني هو اتجاه سجالي، إن شاء الله سجالي. الأستاذ الحداد هنا بدلي، هنا هذا التأويل الشخصي، مخاصما متحديا مواجها للجهة الأخرى التي تعتبر أن التي تقترح شرعيتين بديلتين، الاتجاه الأصولي وهذا العولمة السائبة، وهما متحالفان في نظر الحداد على تدمير شرعية هذه الدولة. والباب الثالث مثلا بفصول الأربعة كان تركيز في الفصلين الثاني والثالث على بيان الكيفية التي تنسف بها الأصولية الإسلامية مبدأ المواطنة من الأساس. خصص الحداد هذا الباب الثالث لتفسير كيف تقوم الأصولية الإسلامية بنسف كلي لمبدأ المواطنة الذي يجب أن يكون أساس الشرعية التي تجمعنا. وهذا الأمر ينجز بتشريح دستور الأصولية الذي أسسه أبو الأعلى المودودي، وتفكيك دعوة المراجعات التي ادعتها هذه الأصولية من خلال تفكير مجموعة من نماذجها الممثلة، بداية بحسن الترابي وصولا إلى راشد الغنوشي. كذلك الأمر كان الأمر في الباب الرابع من الكتاب، إذ تولى فيه الأستاذ الحداد معارضة نظرية ما يعرف بنظرية الدولتين. وهو يقول أنه في صيغتين لهذه النظرية، نظرية الدولتين التي ظهرت، صيغتها الجادة التي ظهرت مع برتران بادي، وصيغتها الماكرة مع نوح فلمان. وذلك لماذا يتصدى الحداد لنظرية الدولتين؟ لأن هذه النظرية تمثل مستندات مقولة الاستثناء الإسلامي،
مقولة الاستدلال التي في الواقع تمثل أهم حجج الأصولية الإسلامية. وهذه الأصول الإسلامية خاصة تستند إلى مقولة الاستثناء الإسلامي لتقول إذن إنه لا يمكن أن نؤسس دولة حديثة في تونس، لأننا بشهادة نوح فيلدمان حسب رأيهم هذا الكتاب الذي احتفوا به احتفاء كبيرا لأنه يدعم مقولة الاستثناء الإسلامي، وبالنسبة إليهم فهو يدعم تفكيرهم في كون الدولة العربية المسلمة أو الإسلامية دولة المجتمع العربي المسلم أو دولة المجتمع العربي، لا أعرف كيف أسميه في الوقت، يجب أن تكون دولة مختلفة كليا. وهذه المحاجة في الواقع تعمل عملا ثانيا في إطار المسار الحجاجي على الأطروحة الذي تبناها الأستاذ الحداد، تنفي كل دعوة أصولية، دور هذا المسار كل دعوة أصولية بإمكانية توطين القيم المواطنة في العالم العربي الإسلامي المحاجر. إذن كل ادعاء من قبل أصولية بأنه يمكن توطين المواطنة خارج سياق الدولة الحديثة هو ادعاء زائف، يتولى الأستاذ الحداد نفيه أو محاجته انطلاقا من تحليل نظرية الدولتين في صيغتها الجادة التي قدمها برتران بادي، وفي صيغتها الماكرة كما يسموها الأستاذ الحداد التي قدمها نوح فيلدمان بالنوح نوح. أما الباب الخامس بدوره كان في سياق هذه المحاجة للأصولية الإسلامية، حيث تولى تشريح الكيفية التي تتحول بها موجة العولمة الثانية أي بعد التسعينات إلى حليف غير معلن للأصولية في تدمير الدولة الوطنية وتدمير مبدأ المواطنة الذي تقوم عليه هذه الدولة، وذلك بسبب تحول هذه العولمة إلى عولمة سائبة تمثل أصولية ثانية ثانية مع الأصولية الإسلامية هادمة لكل إجماع ومحلة للفوضى والعنف. من البديهي أن يمثل هذا الوصف للكتاب اختزالية ما بطبيعة الحال، هذا منطقي وطبيعي، وهذا الاختزال من الطبيعي أن يغبط أن لا يكشف حجم المعرفة الموجودة في هذا الكتاب التي يراها أو يدركها كل من يقرأ هذا الكتاب. لكن في سياق قراءتنا هذه الموجبة نريد أن ننبه إلى أن فضل هذا الكتاب يتمثل خاصة في ماري حسب وجهة نظري الشخصي. أول شيء إنه كتاب قيمته العظمى حسب رأيي أنه يبحث في موضوع، في أهم موضوع في مشكلة الدولة، وهو موضوع مشكلة الشرعية. لا يهم إن كان قل لي دولة علمانية تقول لي دولة إسلامية، قل ما شئت، ابتكر ما شئت من القوانين ودسترها، إن لم يتحقق إجماع وإيمان بأن هذه الدولة شرعية فلن يأتي الدستور ولا القوانين بأية فائدة، ستبقى دولة يتحرك فيها ناس ولكنهم لا يعتبرونها ملكا لهم. ولهذا يبرز الاحتجاج الشرعي في أبسط السلوكات اليومية التي نراها أمامنا، في غياب هذه العلاقة الوجدانية بالمكان الذي نتحرك فيه ونتنقل، في هذه اللامبالاة بالمكان الذي نتحرك فيه، في قلة النظافة في المكان الذي نتحرك فيه، في أننا لا ننظف هذا المكان، نعتبره ملكا للدولة وليس ملكا لنا. القيمة الثانية لهذا الكتاب تتمثل في هذا الاشتراح العلمي للمفاهيم. الأستاذ الحداد لا يقدم مفاهيم هكذا اعتباطية، وإنما هي مفاهيم مؤسسة على رصيد كبير جدا من المعرفة،
وعلى وعي تأويلي. يقول بموجبه الأستاذ الحداد إنه علينا أن نبتكر المفاهيم التي نفكر بها، لأن الواقع متغير، وهو والتفكير في الواقع بمفاهيم قديمة صحيح. ها؟ هو جذب للواقع إلى الوراء، هي لا واقعية، إن كل واقع يفرض مفاهيمه التي نستنتجها منه وتساعدنا على تفكيكه وتشريحه لتسهلنا عملية السيطرة عليه. وهناك مفاهيم كثيرة جدا في عاملة في هذا الكتاب، نظرية الدولتين، العولمة السائبة، تسميات يقترحها الأستاذ للأصناف الأصولية، عبارة طريفة، الفهلوة السياسية، الأصولية الاقتصادية والأصولية السوق، سمي بها العولمة السائبة، هذه أصولية وتعتبر هي نوع من الأصولية التي تضيعنا في الواقع، ونحن تائهون وسطها، وسط هذه الأصولية الجديدة التي تخترقنا وتجعلنا نعجز عن السيطرة على الواقع الذي نعيش فيه، واقع منفلت من بين أيدينا. وهناك مفاهيم ربما يمثل مفهوم الدولة العالقة، الدولة العالقة صحبة مفهوم المواطنة، أهم مفاهيم الكتاب في نظري، خاصة مفهوم الدولة العالقة، لأنه يشير إلى جوهر الأساسي الذي علينا أن نهتم به، وهو جوهر الشرعية. شرعي راهو رانا ما نجموش نعملو دولة كما نحكيوش في مسألة الشرعية. ابني قد بتحب أعمل تفاصيل قد بتحب، إذا كان ما عندناش شروط اتفاق جماعي نعيش بها، فيشعر كل واحد منا أنه موجود في تلك الدولة، أن الدولة ملكه، فلن نكون دولة، سنعتبر الشارع ملك للدولة، سننظر إلى مصنع الدولة بأنه رزق البليك. المفهوم اعتبره في الواقع زيد نهد والله فعلا انا فعلا والله ما نهد لانه فهمت عايشين في بلد جميل جدا، ولكننا نضيعه بين ايدينا بتعلقنا بتفاصيل اخرى، ولا نقرا، لانه مثل هذه الكتب بصراحه مهمة جدا في أن توعينا. ضيعوا بلا برش كبة. ضيعوا فيه بلا برش كبة بصراحة. أهمية الكتاب أيضا في هذه الجرأة في الواقع في اقتراح استراتيجية. نحن تنقصنا الجرأة. نحن شعوب تنقصنا الجرأة. نحن لا نقترح بسبب عقدة الخوف من الخطأ. عقدة الخوف من الآخر. عقدة غياب الاستقلال الفكري والذاتية، ولشكل المتواصل في ذواتنا هذه الحاملة للقيمة، لأننا نعتبر وجود الجماعة سابق لوجودنا، نتبنى هذا بطريقة ضمنية ونتقيد بمعاييرها، ولا نعتبر لذاتنا أي قيمة، ولا وهذا يعيقنا كثيرا. إذن والجرأة في اقتراح الاستراتيجيات، أعطيني حلول عملية، هاتوا حلولا عملية، يكفي من هذه الخطابات الفضفاضة الرنينة، هاتوا الحلول، البيت في حاجة الحلول، ولكن لا أحد يقدم. نحن نسمع في خطابات السياسيين الحل سهل في جماعتين تردها، وهات استراتيجية عمل. نحن أنا مفكرين، وفضل الأستاذ الحداد أنه يقترح استراتيجي، لا يخاف من اقتراح الاستراتيجيات، وهو المطالب في وغيره من الأساتذة الجامعيين والمفكرين، إن شاء الله
مطالبون في هذا في هذه الفترة العسيرة من تاريخنا، فترة اهتزاز الشرعية، أن يقدموا استراتيجيات فكرية قابلة للتنفيذ والتفكير. وهذه الجرأة في الواقع لا تنبني على خيارات اعتباطية، وإنما هي منبنية على عمق، على مقدمة نظرية علمية لها قيمتها العلمية ولها مرتكزاتها في العلم وفي المعرفة، وخاصة المرتكز في مقدمات نظرية التأويل والهرمنوتيقة التي عينها الأستاذ حداد في جملتين صغيرتين في كتابه يمكن أن لا ينتبه إليهما القارئ العادي. وقد قال لقد طبقنا في دراستنا، هذا في الصفحة 348 في آخر الكتاب، لقد طبقنا في دراستنا منهجية القراءة بالأفق، نفكروا إلى الأمام، منهجية القراءة بالأفق لتطوير الحدوث الأساسية لهذا التراث دون الالتزام به. ما يهمني هو هذا الشعور، هذا الحدس الأولي نريد أن نطوره. مقدمات، إذن يقول أنه لقد طبقنا في دراستنا منهجية القراءة بالأفق لتطوير الحدوث الأساسية لهذا التراث دون الالتزام به مرجعية تحد من أفق التفكير، لن نكون كائنات تراثية. سيقول فيما بعد مستعيدا لجملة الجابري: علينا أن نميز بين أن نكون كائنات ذات تراث، نحن أصحاب تراث، وأن نكون كائنات تراثية. الحداد يقول في هذا الكتاب: لست كائنا تراثيا وإنما كائن صاحب تراث، هذا التراث جزء من ذاتي، جزء من ذاكرتي، منابع الذات متعددة، ومنها تاريخها الموجود في حسب عبارة الأستاذ حداد في ما يسميه التراث القريب، هذا التراث القريب. ويقول أيضا هذه القراءة، لقد يقول إنها قراءة تأخذ بعين الاعتبار الفارق الذي اقترحه أحد رواد التأويل الحديثة هانس غادامير بين القراءة بالحد والقراءة بالأفق. ففكر النهضة لا يحدنا، وإنما هو فكر يفتح لنا الأفق، نحن نفكر في الأفق ولا ننظر إلى الوراء. نهضة القرن 19 بهذا المنظور يقترح استراتيجية التأصيل، وهي استراتيجية تقوم على استعادة الحدوث التأسيسية النهضوية بمفهوم المواطنة، وهي استراتيجية من هذا المنظور تعمل خارج منطق الإسقاط ما قبل التأويل. لا يجوز أن نتكلم بلغة الإسقاط في منطق تأويلي، ما عادش نحكي على إسقاط، هذه فكرة مسقطة. المهم الأكبر هو اتجاه التأويل، وين مش تهز الفكرة، ومش تهزنا الفكرة، وليس المهم مضمون ما أولته. تجم تاخذ حديث نبوي، تقرأ القرآن، فما إنسان يهزه يؤول نحو تبرير العنف، وفما إنسان يؤوله نحو إشاعة فكرة التسامح والاعتراف بقيمة كل بشر مهما كان نوعه. فما شكون يقرأ لك سورة الإخلاص قل الله أحد الله صمد، يقرأ على أساس أنها أساس لتأكيد حرية البشر، ويعتبر أن حرية البشر كائنة في كل الالتزام بشريعة الله. وفما شكون يقول لك أن سورة الإخلاص تؤسس الحرية لأنها
تجعل الله فكرة مجردة متعالية في كل الطرق تؤدي إليها، وعلى الإنسان أن يقوم بدوره في التأويل. على الإنسان أن يطلع بدوره، وعلى هذا الإنسان أن يدرك باستمرار أن رأيه رأي نسبي، لأن لا أحد مطلق إلا الله. ففكرة إطلاقية الله تعني أنه كل تأويل هو في الآخر تأويل بشري. فأنت أيها الإنسان لست إلى فمش كن هكا تجب تهز اتجاه تأويل في كل الاتجاهات. وأنا أنوي أفكر أن أعمل على تأويل من هذه التأويلات كما تعرف، وإن شاء الله ربي ييسر ربي يسهل. فضل هذا الكتاب في الواقع هو انغراسه في خلفية علمية جميلة جدا في فلسفة التأويل وفي فلسفة العلوم. فبيدي خليفة ينسب الحدث كل باراديجمات التفكير، كل طرق التفكير الخلفية التي تفكر بها الفترات التاريخية من تاريخ الإنسان، والتي تفكر بها المجتمعات دون أن تتفطن إليه، ويسعى إلى إنتاج باراديجمات تفكير، ولكنها باراديجمات يجب أن تكون. أنت تؤجل قراءتك السلبة. باراديجمات طبعا أرجعه ما تبي حد في مجلس المصري. لا أنت تؤجل قراءتك السلبة. أنا سؤال بطبيعة الحال. أحسست بهذا. لا 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 لا. إذا إذا قلنا إنه هذا الرفض للتحقيبات للتاريخ والسرديات التاريخية وتنسيبها وبيان أنها سرديات يجب التفكير فيها تماما، كما يجب التفكير في السردية التي يقدمها الأستاذ الحداد. نزل عنا وقت عمل لي القراءة السالبة هنا جايين. أيوة. إذا هو وقت اللي انت طلبت قراءة سلبة وهي جات. اذا امر الان الى القراءة السلبة، قراءة ب مواجهة هذه الافكار بامكانية تفكير اخرى. بالنسبة الى هذه القراءة السلبة اعتبر انه المفهومان المركزيان الأساسيان لهذا الكتاب، فضلا عن مفهوم الدولة العالقة، مفهوم المواطنة ومفهوم الدولة. فالشرعية ومفهوم الدولة الحديثة أساسا، الشرعية المواطنية التي يتحدث عنها الأستاذ الحداد وكما فهمناها هي شرعية الدولة الحديثة. واضح. وإذا كانت دولة المواطنة هي هذه الدولة الحديثة في النهاية، حسب ما وقع شرحه وتفصيله في الكتاب في عملية الاستدلال التي أنجزها الأستاذ الحداد، إذا كانت الدولة المواطنة هي هذه الدولة الحديثة، وإذا كانت هذه الدولة هي الحل الذي يقترحه الأستاذ الحداد لتجاوز القاع الهووي لدولة الأمة أو للدولة الأمة وللدولة الأصولية الإسلامية والنيوليبرالية، فهل أن الدولة الحديثة هل هي خالية من قاع هووي؟ نحن نعتقد أن الدولة الحديثة بدورها انبنت على التفسير هووي للإنسان، أي اعتبرت أن الإنسان له معنى موضوعي يمكن أو يجب أن نعرفه به، وهذا المعنى الموضوعي وجدته الدولة الحديثة من خلال فرضية حالة الطبيعة حين عينت
لحالة الطبيعة محتوى معين محدد. حدد الإنسان في أنه كائن خير عند جورجاك روسو في الفلسفة العقدية، كائن ذئب في الفلسفة المقابلة عند هوبس في ليفياتان الفلسفة العقدية. وهذا القائل هو ويل الدولة كرسه في النهاية، أي هذا هذا الوجود، وجود هذه شو اسمها النواة أو التعريف النهائي للإنسان بوصفه كيانا مستقلا وثابتا جسده في نهاية المطاف للحداثة الغربية الكوجيتو الديكارتي عندما بالجملة الشهيرة أنا أفكر إذن أنا موجود فك، فالإنسان إذن له تعريف واحد أو أساسي إنه عقل، فمن لم يكن له عقل فهو ليس إنسانا. المخيلة من ما زال يعتمد على متخيله في فهم العالم ليس إنسانا. وبمنطق هذه بهذا المنطق الهووي الذي عرفت به الحداثة الإنسانة وقعت الحداثة في عقلانية جافة أقصت كل ما هو غير قابل للتعقل وحكمت على الثقافات التي لم تصل إلى مرحلة تلك العقلانية كما فهمها العقل الأوروبي، حكمت عليها بأنها ثقافات خارج تاريخ. وبمقتضى ذلك التحديد صارت الحداثة في الاتجاه الذي عرفناه لاحقا هو اتجاه تبرير الاستعمار وتبرير تبرير الإبادات الجماعية التي وقعت في تاريخ في تاريخ أمريكا كما وقعت في تاريخ بريطانيا مع أمريكا كما إبادة جماعية باسم ذلك التحديد للعقل الأوروبي. الهنود الحمر ليسوا ناس لأنهم خارج المواصفات التي ضبطها العقل الحديث الأوروبي للإنسان لفارقة. هذه بعض إجابة على سي محمد، ما هوش ناس في الحصة الفارقة، هؤلاء ليسوا ناس. هذا القاع الهووي الموجود في التعريف الأصولي للدولة. الإنسان كائن ديني، الفطرة تحت عبارة الفطرة، قال العقل الأصولي تحت عبارة الفطرة بالضبط واجه بها فكرة حالة الطبيعة بالضبط. نعم. كيف واحد قال في حالة الطبيعة الإنسان حر، ولكنه ديكارت من بعد رده يزم يكون عقل، وهذا هو المنوال اللي سرد به الحداثة الغربية اللي جاتها، يا أما يكون عقل وإلا ما هوش إنسان. الأصول الإسلامية اقترحت تعريفا آخر للإنسان انطلاقا من أصل الإنسان غير المغطى بالمضافات الاجتماعية. الإنسان الفطري الأنثروبولوجي هو الإنسان المسلم، هو إما أن يكون مسلما أو أنه ليس إنسانا. هذا موجود وقد حلله بطريقة جيدة علي أمليل الإصلاحية العربية والدولة الوطنية، كتاب صغير جدا ولكنه جميل جدا. إذن هل أن الدولة الحديثة خالية من قاع هووي يمكن أن نواجه به هذه الهووية الموجودة في الدعوات الأصولية التي تقضي على الاختلاف بين الناس، التي لا تعترف بالاختلاف بين الناس وتحكم عليهم بأن يكونوا قالبا واحدا؟ الدولة القومية حكمت على الناس بأن يكونوا قالبا واحد. مشروع الثورة يزول الإنسان المختلف ويجب أن يصبح ذلك الإنسان منخرطا في مشروع الثورة، وإلا فهو ليس إنسان.
إذا كانت دولة المواطنة هي الدولة المستعادة، دولة الخالية، دولة المعترفة بالاختلاف، فكيف يمكن أن نؤسسها على الدولة الحديثة هذه التي حدثها الإصلاحيون الأوائل وفهموها، والتي عبر عنها الأستاذ الحداد بمفهوم المواطنة؟ هذا تفكير آخر مواجه للتفكير الأستاذ الحداد، يدعي أنه بديله، وإنما هو يتفاعل معه ويحاول أن يفكر معه. من منظور التفكير في الهوية أيضا، اعتبر الأستاذ الحداد أن استبعاد القاع الهووي للشرعية، أي أن لا نبني شرعية على تعريفة هوية للناس على أساس العرق ولا على أساس الدين ولا إنما يجب أن نبني شرعية على أساس اعتبار الإنسان بما هو إنسان دون أي انتماء، أن نعترف بالناس جميعا دون أي انتماء ثقافي لهم. إذا في إطار إذا كانت دولة المواطنة الهدف منها استبعاد هذا القاع هو للشرعية في الدولة الوطنية القومية ليكون أساس شرعية الشرعية الجديد التعاقد المدني السياسي على مبدأ العيش المشترك بتمييز بين دوائر الانتماء، فهل من الممكن استبعاد عناصر مكونة للذات في تأسيس الشرعية؟ ألا تجد هذه العناصر المكونة للذات والذات متعددة العناصر التي تركبها؟ هناك ما نريثه حتى في الجينات في تفكيرنا ويدخل في طرق تفكيرنا ولا يمكن أن نتفطن إليه، والذات في تركيبتها ذات موجودة في الجماعة، فهي ذات جماعية، وهي ذات موجودة في تاريخها في ذاكرة التجارب الفردية الذاتية وفي تاريخها البعيد، هذه عناصر مكونة للذات الإنسانية. هل يمكن استبعاد العناصر المكونة للذات من أن تجد تجليها في صياغة شروط العقد الاجتماعي؟ مفهوم الخير المشترك بين الأفراد مختلف بحسب تركيبتهم الذاتية المتعددة هذه، كيف سيتفقون حول التشريع؟ التشريع ليس ملحقا وإنما هو تابع، هو ليس ملحق بل هو التشريع جزء من تجليات الذات. ما هي القوانين التي ستسير بها حياتي طبعا لفهمي لهذه الحياة؟ وأفهامنا حول هذه الحياة مختلفة حتما، لأن مصادر ذواتنا متعددة وليست مصادر واحدة، وهذا ما يجعلنا مختلفين في الواقع، مختلفين من بصماتنا إلى اختلاف في جواهرنا وذواتنا الجوهرية. وهل يمكن أن نحقق اندماجية أكبر بإجبار الذات على التخلي عن بعض عناصر هويتها؟ هل يمكن أن نجبر الناس على ألا نوشك حين نحول الهوية البشرية أو الذات إلى آلة صامتة معزولة عن أصولها الميتافيزيقية أو عن غائيتها، أن ندخلها في مشكلة زوال الأفاق الجامعة والأفكار الجامعة ونسقطها في عقلانية جافة؟ يصبح الشرعية هي شنو؟ أن نتفق على شروط جافة للعيش الجماعي دون أساس وجداني لها في الضمائر، دون أن يكون اعتناق هذه القوانين اعتناقا وجدانيا ضميريا يجد فيه كل مواطن نفسه. في الواقع أنا واجه هذا التفكير الذي قدمه الأستاذ الحداد حول هذه المسألة بتفكير شارل تايلور في الواقع،
الذي اعتبر الذي فكر بمنطق اخر وقال انه بامكاننا ان نحول الهويه من عامل لاحياء الاصوليات العرقيه المؤديه الى التعصب والتطرف يمكن ان نحولها الى عامل التعايش. وذلك حين نؤكد بتاكيد التعدد في معنى الهويه وبانها صيروره رغم تلك الديمة، بأن كل إنسان أن نقنع الناس جميعا بأن الهوية هويتنا راهي متعدة، رانا راهو تكويننا تركيبتنا راهي ماهيش تركيبة فيها عنصر واحد، أنا مسلم ولا أنا عربي ولا أنا أمازيغي ولا أنا لقب إفريقي ولا أنا في أصلي ولد العائلة الفلانية ولا تحب السي اس اس مثلا لا، أنا هويتي مركبة من عناصر مختلفة، يجب أن يقتنع جميع الناس، يجب أن ننقل هذا الشعب إلى الوضعية الجديدة، وضعية التفكير التأويلي. راهو هويتك هوية راهي تأويلية، أي أنك أنت الذي تفهمها، هي فهم مجرد فهم، وأنها متغيرة باستمرار، لا نسبح في الدهر نفسه مرتين. السؤال الثالث أو الملاحظة الثالثة، لاحظت أنه في استدلال الأستاذ الحداد على أن جيل النهضة تحسس فعلا مفهوم المواطنة، وقد ركز الأستاذ الحداد في بيان ذلك على مسألة الدسترة، مسألة الدستور، وذكر كيف أن الطهطاوي مثلا ترجم دستور 1830 الفرنسي للشرطة، و اعتبر أنه هذا الفكر النهضوي كان قام بمجهود تأصيلي كبير لمفاهيم الدولة الحديثة، ويقول هذا خاصة في صفحة 42. لكن أنا سؤالي الأساسي بالضبط هو، هل فعلا كان ذلك الجيل واعيا للحداثة فعلا؟ هل كان ذلك الجيل واعيا بأن بما وقع في جوهر الحداثة، وهو ما يسميه صديقي الأستاذ مصطفى متمسك عملية تبطين المعنى، عملية تبطين للمعنى التي أدت إلى ولادة الذات الحديثة، أي ذلك التحول الذي وقع لمعنى الحياة من معنى موجود في الخارج أي نحدده موجود عند الله ولا إلى معنى موجود في الإنسان. كل المعنى الذي ننتجه حول الحياة كل المعنى الذي نقدمه حول الحياة هو معنى نحن ننتجه وليس معنى محدد في هذه الحياة ونحن علينا اكتشافه، لا، نحن منتجون للمعنى حول الحياة. هذا المعنى في الواقع يمكن أن نجسده في نظرية الدولة بما سماه عبد الله العروي مفهوم الأدلوجة أو رؤية العالم. كيف ننظر إلى العالم؟ في الرؤية الحديثة إلى العالم اعتبر الإنسان أن كل الأفكار هي منتجة من قبل الإنسان، كل ما يقال عن العالم وعن الإنسان وعن الوجود هي منتج إنساني وليست موجودة في الوجود وعليه أن يكتشفها. نقول هذا خاصة أنه الأستاذ الحداد وجه هذا التأصيل أي العودة إلى هذه الأفكار لمواجهة مشروع الدولة الدينية، وحجة الأستاذ الحداد أن الدولة الحديثة قامت بتحويل المواطنة من رباط ديني إلى رباط مدني سياسي،
حركة النهضة الآن وهي حركة كما يسميها أصولية تدعي تمدينها للسياسة أيضا، ولكنها تعتبر أن الإنسان المدني هو إنسان ديني، وهي تستبقي تلك الرؤية للوجود البشري، أي أن الرؤية التي لا تقول بأن الإنسان هو الذي ينتج المعنى في حياته ويعيش صنيع تلك المعاني، وإنما تلك الرؤية التي تعتبر أن الموجود معنى وينه موجود في العالم وشكون حده ربي وانت يجب تعيش به. كان في نظري أنه نعتقد أنه تعريف المواطنة هو الإشكال في هذا الكتاب. تعريف المواطنة بوصفها شرط أو اتجاه الشرعية ومضمونها يبقى في نظري ضعيف الطاقة الإدماجية التي بحث عنها الأستاذ الحداد لتأسيس هذه الشرعية، شرعية الدولة الجديدة. لماذا بالضبط؟ لأنه تمحور خاصة حول تمظهرات جهازية للدولة، تقنية للدولة، دسترة، الاعتراف بالحريات الدينية، إقرار مدنية السلطة. هذه أفكار نعم يمكن أن توجد في دستور، ولكن إذا كان لم تتحول إلى أفكار يتبناها الجميع، إذا كان بقيت مجرد جمل في دستور ها ولا يقتنع بها جميع، فلن تكون لها قدرة إدماجية مطلقا. طيب شوف الدستور في الفصل الثاني من دستور تونس، دينها الإسلام الأول، فصل أول دينها الإسلام، مشكلة، مشكلة كبيرة، لأن من يستبقي التصور ما قبل الحديث للدولة وللعالم سيقول لك إن هذه الدولة عليها أن تلتزم بالحقيقة الموجودة عند الله والتي قدمها في شريعته، والعلماني الحديث ما نقولوش بس لازم علماني، والإنسان الحديث المتشبع بأفكار الحديث سيقول لك إنه دينه الإسلام معناها ما يمكن أن ينتجه الإنسان، أنه معناتها الدين هذا ليس دين الدولة، أن الدولة ليس لها دين، وإنما دين هو دين شعبها، وأن الإسلام هو العامل الثقافي الجامع لا غير، وأن معنى الإسلام ينتجه الأفراد ولهم الحرية في أن ينتجوا ما شاءوا من معنى بشرط أن يتعايشوا. بينما فهو بيعترف بتنوع الرأي في الإسلام، ومفهوم يعتبر أنه الإسلام واحد ويجب أن يتحول إلى قوانين، وهذه القوانين تفرض بسلطة الدولة، وقتها العملية الانتخابية ستصبح الفخ الأكبر. الأصولية المعتدلة ستقول أنا معتدلة، ولكن إذا دخل في العملية الانتخابية أصولية متطرفة وتمكنت بالمال أن تصل إلى مراتب السلطة سنذبح جميعا، يعني مدستر الشيء، نذبح ونحن غير مقتنعين، على الأقل نذبح مقتنع ها؟ دبر على روحك. أعتقد أنه تعريف المواطنة في هذا الكتاب ضعيف، والسبب في نظري هو تعريف الدولة المعتمد في هذا الكتاب. تعريف الدولة المعتمد من منظور محور الشرعية في هذا الكتاب هو تعريف جهازي أكثر، هو تعريف نظرية العناصر الثلاث: الدولة، شعب، سلطة سياسية، وحدود جغرافية. وعلى هذا الأساس وجدت أن الأستاذ الحداد يتحدث عن أنماط للدولة في التاريخ، أنماط للدولة في التاريخ، و
أنا أعتقد أنه هذا التعريف ليس مفيدا جدا من هذه من زاوية الشرعي، وكان أفضل لو اعتمد التعريف الذي يبرز المحتوى الفكري في الدولة الذي قدمه عبد الله العروي في بتمييزه بين الأدلوجة والجهاز، وقدمه جورج بيردو، وقدمه قد شو اسمه بريلو وليسكي، كتب كثيرة تحدثت عن هذا التعريف. الأدلوجة والجهاز أي معناتها أنه الدولة قائمة على فكرة مشروع جماعي الإيديولوجي ناتج عن رؤية هذه الجماعة للعالم، وجهاز سياسي هو عبارة عن الأداة التقنية المنفذة لذلك المشروع الجماعي. فلو كان التركيز في تعريف الدولة على هذا الجانب لكان في نظري ذلك أكثر أهمية في الحديث عن كيفية تأسيس الشرعية. ما هي رؤية العالم التي توجد في مفهوم المواطنة؟ ما هي هذه الرؤية التي علينا أن نصل إليها كي يتحقق التعايش بيننا؟ أنا أعتقد ونحن في هذا العصر التأويلي أن الرؤية يجب أن تكون رؤية قائمة على اقتناء أساسي، وهو أن الإنسان كائن تأويلي، وأنه يعيش صنيعة تأويلاته، وأنه كائن متعدد. فبهذا الاقتناع سيكون اتفاقنا الجماعي على نسبية أفكارنا. أننا حاملو أفكار نسبية، ولا بد أن نتخلى عن فكرة امتلاك الحقيقة. هذا هو تقريبا هذا هو ما أتت به الحداثة بالتدرج الدولة الحديثة، ولكن بطريقة متدرجة، وهذا الوعي لم يوجد حسب رأيي عند أعلام النهضة العربية الإسلامية، لأنهم بقوا يفكرون في إطار مقولة الحقيقة، الحقيقة الدينية، الحقيقة الإسلامية. الإسلام هو الحامل للحقيقة، ولذلك فإن تفاعلهم مع الدول الحديثة حسب رأيي كان تفاعل سطحي تقني جهازي. اعترفوا بالحرية الدينية، ولكنهم كانوا ينظرون إليها من منظور متسامح. لم يكونوا يؤمنون بأن يكون الإنسان غير مسلم، بأن الحقيقة الفطرية الإنسان هو أن يكون مسلم. وفما نصوص، هناك نصوص كثيرة جدا، منها النص الأول الافتتاحي في أقوم المسالك في معرفة أحوال المبالغ، السبب الداعي للتأليف اقتباس ما يوافق الشريعة. وفي هذا النص في فقرة، هناك فقرة يتحدث فيها خير الدين عن الحق، ما هو حق ما هو بطل بالضبط. وسنجد أن خير الدين يريد أن يفتح معنى الحق، ويقول إن الحق متعدد ومتنوع، وأن الحق هو لا يوجد في جهة ما، ولكنه في نهاية المطاف من بعد شامل. الحق موجود في جهة ما، وهو موجود في الناحية الإسلامية في الإسلام. محمد عبده في رسالة التوحيد، هل تجاوز مرحلة الإيمان بأن الحقيقة حقيقة دينية وهي موجودة في الإسلام، ليقول بأن العقل هو الذي ينتج الحقيقة؟ لا، رغم أنه أعطى قيمة كبيرة للعقل. وفي حواره مع فرحونتون حول التسامح اعتبر بقي يفكر من منظور أن التسامح
هو تساهل مع من يملك الحقيقة، من قبل من يملك الحقيقة مع من هو خارج عن الحقيقة. من يملك الحقيقة هو المسلم طبيعة الحال، ومن هو خارج عن الحقيقة هو غير المسلم. هل بهذا الوعي يمكن أن نؤسس دولة تقبل بالمختلفين ولا تملي عليهم نموذجا واحدا للحقيقة؟ لب الإشكال التعريفي في نظري، كنت أود أن يكون الأستاذ الحداد معنا، لب الإشكال التعريفي في نظري هو تعريف الدولة. أعتقد وهذا تعريف للدولة هو الذي وقع به تعريف المواطنة، والذي يقدم لنا معنى الشرعية المطلوب. وعلى أساس هذا التعريف للدولة وتعريف المواطنة استدل الأستاذ الحداد على أن فكر النهضة احتوى مظاهر هذا التفاعل مع الحداثة، وعلى أساسه قال أنه يمكن العودة لاستلهام ابن خلدون، لأنه عبر عن هذه الحداثية ابن خلدون، يعني يقول حرفيا مثلا الأستاذ الحداد أن حداثة ابن خلدون هي حداثة الشخص المتخلص من ضغط الحاضر والمتأمل في أخبار الماضي وعبره. ما يقتبس من ابن خلدون هو هذه الروح النقدية والقدرة على مراجعة الشأن. نعم، هذا معنى من معاني الحداثة صحيح، لكن ما يغيب في هذا التعريف حسب رأيي هو ذلك الانقلاب المعرفي الذي وقع في الحداثة في رؤية الإنسان والعالم، وذلك اليقين الجديد الذي تأسس بأن معنى الوجود ليس موجودا في الدين، وإنما موجود في داخل عقل البشر، معنى ينتج من الداخل وليس معنى قبليا في هذا الوجود. وبالنسبة للنظاوين تماما كان بالنسبة لابن خلدون لا يمكن الحديث عن هذا المعنى أو عن هذا الوعي مطلقا في الواقع. ربما هو أعتقد أنه المشكلة الأساسية في الفكر الإصلاحي كاملا هو أنه لم يصل إلى هذا الوعي، بل ربما كان الفكر الإصلاحي حسب تفكير آخر ربما مكرسا لما قبل الحداثة، بل هو ممدا في أنفاس الدولة السلطانية في دولة وطنية سلطانية. تجبت علي؟ دولة وطنية سلطانية، لأنه لم يعتبر الإنسان هو الحامل القيمة، بل اعتبر أن القيمة موجودة خارج الإنسان. الدولة تحددها القيمة، الدين يحددها القيم، معنى الحياة الصحيح والغلط يحدده الدولة لا، بينما إذا اعتبرنا أن الإنسان هو الذي يحدد المعنى، وهذا الإنسان متنوع ومختلف، وأن كل إنسان حامل للقيمة في ذاته، سنعترف بالاختلاف والتعدد. لكن إذا اعتبرنا أن الحقيقة موجودة خارج الإنسان في جهة ما، كل واحد منا سيقرأ الحقيقة في كتاب خاص به، واحد بيقرأها في فلسفة كارل ماركس، والآخر بيقرأها في القرآن، والآخر بيقرأها في كتاب ستيوارت ميل، وكل واحد يقرأها في جهة معينة ويفرضها على الناس ويدعوهم إلى أن يتقولبوا معها. وكل ضغط على الإنسان وقولب له تتنافى مع طبيعته الحرة والمتعددة ومع خصوصيته، ستؤدي إلى نقض الإجماع، ستؤدي إلى الفكرة الأخيرة التي أريد أن أقولها في سياق هذا التفاعل السلب مع أنه الأستاذ الحداد إذن هو من الرافضين للباراديغمات التفكير، وأنا قرأت له بعض الكتب وقراءات كتبه مفيدة جدا، وقد عبر عن ذلك في كتاب ديانة الضمير الفردي خاصة، رافض للباراديغمات. وهذا وأنا تعلمت هذه ممن علموني هذا الرفض هو الأستاذ حداد في الواقع من قراءة كتبه، ولكن الكتاب في النهاية هذا الكتاب في النهاية يعتبر أن الدولة الحديثة هي الأفق الوحيد والحل الوحيد لتأسيس الشرعية. هناك خطر في هذا الاعتبار، وهو الوقوع في نوعين، في باراديغمين اثنين.
الباراديغم الأول هو الوقوع في باراديغم الدولة الحديثة في حد ذاتها، اللي هي كما قلت سابقا دولة هووية راهي في النهاية، وهي دولة تعيش مشكلة في الغرب نفسه. والباراديغم الثاني هو أن نقع في تفسير سياسي للتاريخ يجعل الدولة جوهر الوجود. لا يوجد المجتمع، لا يوجد، لا توجد أخلاق، لا توجد تربية، لا توجد تعليم إلا بالدولة. وذلك علاش توا احنا كل مواطن في الشارع ما عندوش فلوس يخرج وطالب الدولة نحب كذا، الآخر ولدي مشى للإرهاب جيبوا لي ولدي، الآخر فهمت. ف نعتبر أن الدولة حلت المشاكل ومن يتحكم في تاريخ الدولة في تاريخنا هو الدولة. لا شيء ينجز خارج الدولة، لا إيمان بالمبادرة الفردية والإنسان وبالذات وبالمجتمع وبقدرته هو على أن يفرز أنماط الإدارة التي يريدها. وهذه البراديغمات في الواقع، براديغم تفسير التاريخ وبراديغم الدولة الحديثة، في النهاية نتاعها هي براديغمات كانت نافية للخصوصيات الثقافية وقامعة لهذه الخصوصيات. والدولة متعددة الثقافات التي نظر لها ويل كيمليكا هي تعبير عن هذا البحث عن حل لمأزق الدولة الحديثة النافية للخصوصيات. تعرفوا اللي في كندا زاد قامت هذه الدولة بإرهاب كبير جدا للسكان الأصليين، القبائل الأصلية الموجودة الاسكيمو الانويت، وكان يمنع عليهم لما حلت بهم الدولة أن يمنع على الصغير أن يتكلم لغته الأصلية. وكندا الآن عادت إلى اتباع سياسة أخرى، سياسة الدولة تعوض الآن، ما زالت تعطي فيه تعويضات للسكان الأصليين تكفيرا عن المظالم التي اقترفتها بدعوى تطبيق نموذج الدولة الحديث. تعتمد دولة متعددة الثقافات الآن، دولة ليست الدولة الحديثة هذه شديدة المركزة التي تؤدي إلى قمع الخصوصيات. و مثلا مفكرين برشا مفكرين يعتبروا ان الدوله ليست مصطلحا نظريا اساسيا لتفسير التاريخ ولفهم الزمان. والخوف هو ان نتحول، ان نخرج، نرفض باراديغم ونعيد نعود له الوقوع في حباله من جديد. اذا هو في الواقع افكار كثيره يمكن ان نقولها حول هذا الكتاب. الأفكار الثمينة الأخرى التي أريد استعادتها في هذا الكتاب أفكار كثيرة جدا، ولكن هناك أفكار بصراحة أعجبتني وهي بالنسبة إلي ستكون مولدات وموجهات تفكير. هناك حديث عن الدور الذي يمكن أن يقول به الإسلام في أنسنة هذه العولمة المتوحشة وتقديم حلول العالم الإسلامي، وهذا يكون عن طريق الأنسنة، أنسنة هذا الدين بدوره. ولو كان الأستاذ موجودا هنا لشرح لنا هذا الأمر بطريقة وافية، وهو موضوع مهم للتفكير. حلل الأستاذ تحليل شيق في الواقع وجميل لدور العولمة السائبة في الإجهاز على دور الجامعات وإحلالها لواقع جديد، واقع صناعة الأفكار بدل إنتاج المعرفة التي تنتج في الجامعات وفي المدارس وفي المعاهد. دخلنا في عصر العولمة، في عصر صناعة الأفكار وتوجيه الجموع بتلك الأفكار والتحكم فيها بتلك الأفكار. ومستر الحداد يحلل ذلك في هذا الكتاب ويشرحه بطريقة لافتة في الواقع. من المفاهيم الجميلة التي أعجبتني التي استعملها لدراسة أسباب الإرهاب، أسباب العنف
مفهوم من الدراسات الاجتماعية للدين، مفهوم التكيف الذهني المشترك، التكيف الذهني المشترك، وفسر به تفسيرا شيقا سبب وجود العنف. يمكنني أن أقول أن كتاب الدولة المستحيلة كان حاضرا في كتاب الأستاذ الحداد، وهو رد في الواقع علمي متين جدا، وأنا قرأت الكتابين بمتابعة دقيقة معقدة للأمور أحيانا كما قال صديقي نادر، بهذا الخوف المستمر أن لا نفهم. وأعتقد أنه هذا الكتاب أعمق بكثير جدا، رغم إمكانيات التفكير هذه الأخرى التي واجهت بها من كتاب الدولة المستحيلة، في تجنبه لما اعتبرته أنا شخصيا فهلوة في كتاب الدولة المستحيلة. كتاب الدولة المستحيلة هو اعتبرته أنا شخصيا حجاجا لفائدة الأصولية، وهذا الكتاب هو حجاج ضد الأصولية، وهذا الفرق بينهما. فنحن نحتاج لاستراتيجيات مواجهة الأصولية، الأصوليتين، الأصولية الإسلامية التي تتكلم باسم الإسلام، مش نواجه الدين، لا ليس هذا، لم يقل هذا في الكتاب مطلقا، بل تحدث عن إصلاح دين. نحن نحتاج إلى مواجهة الإسلام، الأصولية الإسلامية والأصولية الأخرى المتحالفة والتي تستخدم هذه الأصولية الإسلامية أحيانا، وهي الأصولية السوق، أصولية اقتصاد السوق. أقول إنه هذا الكتاب في النهاية كتاب يفتح آفاق تفكير كثيرة جدا، ويقدم معرفة كبيرة جدا، فشكرا لمؤلفه على إنجازه، وشكرا لك يا صديقي نادر على أنك شرفتني في الواقع بقراءة هذا الكتاب وبتقديمه، وكنت أود لو كان الأستاذ الحداد موجود معنا، فالتفاعل معه مفيد جدا. وشكرا للمؤسسة التي رعت هذا النشاط، وشكرا للحضور على وجودكم وصبركم علينا. شكرا. لا أدري إن كان لا إن كان لي من إمكانية التعقيب، فسأقول إنه كما تلاحظون أن قراءة أنس الطريق الكتاب تحولت إلى محاضرة حقيقية، ولذلك قلت لكم منذ البداية إنه جدي، وهو كذلك. إذن كان يمكن أن تكون فعلا شكل محاضرة، لأنها سألت الكتاب ولكنها طرحت العديد من الأفكار، طرحت العديد من المشاغل التي دعتنا إلى التفكير معها، لذلك فهو كان يفكر أثناء قراءة هذا الكتاب بدون بعمق شديد أيضا وبجدية متناهية. ولم أكن في الحقيقة حسن النية حين قدمت المحاضرة الآن وليست القراءة، بهذه العلاقة بين فكرة الدولة وفكرة الإله، لم أكن حسن النية، لأني أعتبر في ذهني أن الإله أو الله شئتم يكون خطيرا جدا، يكون خطيرا خطرا دونجورو بمعنى الخطورة، حين يتجسد، أي حين لا يصبح فكرة مطلقة، حين ننزله إلى الأرض. هذه هي المشكلة، لا يجب على الإله أن ينزل على الأرض، ما يفعل عندنا أننا ننزل هذا الإله على الأرض فنصبح نحكم باسمه ونتصرف باسمه، وأحيانا ندافع عنه ونحميه ونخرج في مظاهرات للدفاع عن الذات الإلهية مثلا،
هذا الأمر وكأنه أحد من جيراننا قام بخصومة فنقوم بالدفاع عنها ونحز عليه العركة. فهنا يصبح الإله خطيرا. كذلك الأمر بالنسبة إلى الدولة. الدولة إشكاليتها أنها حين لا تكون فكرة مطلقة فنصبح ندافع عن هذه الدولة ونجسدها ويصبح لها دين مثلا أو تصبح لها هوية. إذا كانت هذه الدولة فكرة مجردة فلا يمكن أن نسميها مثلا دولة إسلامية أو دولة دينية أو دولة عربية أو دولة غيرها، لأنها فقط فكرة لا يمكن أن ننزلها على الواقع، وهي فكرة دائما قابلة لأن تكون قابلة للتطوير. ولكن من جهة أخرى الإله يكون خطرا أيضا إذا كان هو الفكرة الوحيدة المفسرة لكل جوهر. وكذلك الدولة تكون فكرة خطرة جدا إذا كانت هي الأداة الوحيدة للتفسير أو لفهم ذواتي. وهذا هو الإشكال الحقيقي فيه. لذلك تستعمل كلمة حدوث أو أفق، وهي كلمة في الحقيقة لا معنى لها في الواقع الموجود، بل قد تكون وهمية، بل قد تكون وهمية، لأن الأفق هو خط وهمي في نهاية المطاف، وهو كما السراب، يعني ننطلق إليه وكلما اقتربنا منه تبقى المسافة نفسها، ونحتاج إلى مسافات أخرى للوصول إلى ذلك الأفق، ولكننا لا نصل إليه في نهاية المطاف، لا نصل إلى هذا الأفق. فلا يجب أن تكون هنالك شكل من أشكال الدولة أو حتى شكل من أشكال الإله ينبغي الوصول إليه ونعتبره هو الحد النهائي في نهاية المطاف. لا أريد النقاش، لكن في الحقيقة ينبغي إعادة الاعتبار، إعادة الاعتبار حتى القيمي والأخلاقي لفكرة الإيديولوجيا. الإيديولوجيا شيء إيجابي. أعتقد أن هذه الدولة التي توصف بأنها عالقة هي عالقة لأنها ليست لها إيديولوجيا. ومقولة نهايات الإيديولوجيا هي مقولات خطيرة جدا تتقاطع مع أفكار بائسة من قبيل صراع الحضارات، من قبيل نهاية التاريخ، من قبيل حتى الإسلاموفوبيا الموجودة في الغرب، هي تخدمها فكرة نهاية الإيديولوجيا. لذلك يجب أن تكون هنالك إيديولوجيا، وأعتقد أن ما نعيشه اليوم وهو مأزق وصلنا إليه، وهو مأزق دولة الوطنية ودولة المواطنة إلى غير ذلك، لأنها تفتقر إلى مشروع إيديولوجي. فلنعد الاعتبار إلى الإيديولوجيا. ونحن يخوفوننا من الإيديولوجيا ويقولون هذه الفكرة لها خلفية إيديولوجية. يجب أن تكون لها خلفية إيديولوجية، وإلا كانت فكرة لا محتوى فيها ولا أي فكرة يعني. فلا يجب أن نختر بما وسمت به الإيديولوجيا من أفكار سلبية. كذلك فكرة العودة لتأسيس الشرعي، العودة لتأسيس الشرعي، ألا تتعارض مع الطرح في المقدمات في الكتاب مع فكرة ما بعد؟ لأن الأستاذ الحداد يطرح فكرة دولة المواطنة باعتبارها دولة ما بعد الدولة الوطنية. ففكرة ما بعد قد تكون في جوهرها معارضة لفكرة التأصيل أو فكرة العودة في حد ذاتها، لأن فكرة ما بعد لا تؤمن بهذه العودة، لا تؤمن جوهريا بهذه العودة لإعادة ربما الأحياء. ثم مسألة ربما الشكل الوحيد لهذه العودة حتى يكون نوع من التقدم، عودة للتقدم، هو الأسئلة فقط. أسئلة فكر الإصلاحي في القرن التاسع عشر كانت مهمة حول الاستبداد وشكل الدولة. هذه الأسئلة، ما الذي أوقف هذه الأسئلة المهمة في الفكر في فكر القرن التاسع عشر؟ ما يسمى الصحوة الإسلامية. هو يقول لك رجعوا نستعيد الأسئلة، نستعيد الأسئلة فقط، ولكن لا نستعيد الأجوبة، لا فقط الأسئلة. ما أوقف الأسئلة الجوهرية في الفكر العربي الحديث والمعاصر هي ما سمي
مخاتلة الصحوة الإسلامية التي كانت في الحقيقة ردة إسلامية ولم تكن صحوة إسلامية، لأن الأسئلة الجديدة أو التي تظهر جديدة التي طرحتها الصحوة الإسلامية هي لم تعد شكل الدولة ونظام الحكم وما هو التعايش والتسامح والمدنية إلى غير ذلك، أصبحت ماذا تلبس المرأة، أصبحت كيف نأكل، أصبحت العودة إلى أنظمة الخلافة. هذه هي الأسئلة، في حين أن الأسئلة في القرن 19 كانت أسئلة جدية، أصبحت أسئلة تافهة بعد ما سمي الصحوة الإسلامية، والتي أصبحت أسئلة غير جدية وأصبحت لا تعتني بالأسئلة الكبرى والحقيقية، وأصبحت تنظر إلى ما يسمى أسلمة المعرفة وأسلمة الثقافة وأسلمة الدولة، في حين أن هذا لم يكن من مشاغل رواد الإصلاح في القرن 19، وكانت أسئلتهم عميقة. قد نتجادلوا في الترميق، الاقتباس إلى غير ذلك في الأجوبة، ولكن لا يمكننا أن نقول بأن أسئلتهم لم تكن جوهرية. هو هذا لب الكتابة. نعم، نستعيد الأسئلة تلك الحدوث ولكن نعيد التأسيس جديدة، وهذا هو المهم، لأن الإشكال الذي حصل في الفكر العربي الحديث والمعاصر هو التخلي لا عن أجوبة فكر القرن 19، وإنما التخلي عن أسئلة القرن 19. نعود نسأله من أول جديد، نعود نفكروا الأسئلة المناسبة، الأسئلة المناسبة، وليس مثلا فيما نتجادل فيه اليوم، ما هو الشكل الذي ينبغي للمرأة الخروج به إلى الشارع. هذه من بين الأسئلة التي أصبحت تطرحها ما يسمى الصحوة الإسلامية، التي تزامنت مع أولا ظهور الإسلام السياسي، وأخذت بعدها الكبير بعد 79، وبعد النموذج الذي قدمه النموذج الإيراني بالأساس لإمكانية خروج حركات الإسلام السياسي السني من مرحلة النفاق السياسي الذي كان عليه إلى مرحلة إمكانية أن يكون في الحكم، لأنه قبل 79 كانت هذه حركات الإسلام السياسي موجودة وكانت تنافق السلطة السياسية القائمة وتركب في ركابها، خاصة في السبعينات، في السبعينات كانت تركب في ركابها. ولكن الذي قدمه النموذج الإيراني في 79 هو وصل الإسلام السياسي الشيعي، اش بينا احنا ما نوصلوش، فتحول من مرحلة الخضوع للسلطة السياسية الدكتاتورية القائمة إلى محاولة التمرد عليها، وأصبحت طامعة فيما يسمى دولة دينية إسلامية سنية. وهذا هو الإشكال الذي وقع، يعني بصورة مختزلة ربما، ولكن يجب إعادة التفكير في كل ذلك. أنا قلت بعض هكذا الخواطر. نعم، ولمن أراد التساؤل أو تعميق النظر فالمجال مفتوح لكم جميعا. لا أدري. عندما وقعت على ما أعتقد هي صدمتهم هو بين الحضارة العربية والحضارة الأوروبية الغربية. هل يمكن يعني الإطار السياسي الاقتصادي العالمي التكنولوجي، هل يمكن أن نصلح شيئا بأسئلة لم تكن نفس الظروف التطور العالمي الآن؟ هل يمكن أن نطرح أسئلة؟ طبعا الأسئلة تدعي أجوبة، هذا هو سؤالي. يعني أحسست أنه وكأنه كيف نرجع، هل يمكن لأسئلة الماضي أن تحل لنا مشاكل الآن مهما كانت الأسئلة
مهما كانت أسئلة قائمة أكيد إحنا نسأل عن أشياء تكون تابعة لظروف ما. لا أسأل عن شيء أنا أجهله. أحس أنا أسأل القرن التاسع عشر أكيد فيها قصور لا تتوافق مع التطورات الآن. وشكرا. هو المفروض أن الأستاذ الحداد هو الذي يتولى الإجابة. سأجيبه حسب ما فهمته من الكتاب. هو في الواقع أعتقد أن الأستاذ الحداد لا يتحدث عن استعادة للأسئلة هي نفسها، وإنما هو الاستعادة هي استعادة لتلك الروح التي تساءلت وطرحت الأسئلة، لا لمضامين الأسئلة. استعادة لذلك الانفتاح الذي وقع على تجربة الدولة الحديثة وتحيين ذلك الانفتاح، تحيين يجري من قبل الإنسان الراهن الذي يعيش في واقع العولمة الراهنة. والشيء الآخر هو أنه رأوا في المنظور التأويلي، المنظور التأويلي لا يمكن أن نمنع من استعادة أفكار، لكن المهم أين سنأخذ هذه الأفكار، أين سنوجهها بالضبط. صحيح أنه الأسئلة هي بنت زمانها طبيعة الحال، لن نسأل على أشياء، ولكن الأسئلة التي يريدها الحداد لماذا يعود عليها، لأنها أسئلة تأسيسية، أن نستعيد عملية التأسيس من جديد، تلك العملية التي قطعت. ولماذا نستعيدها بالضبط؟ لانفتاحيتها النسبية. ولا يقول لك أنه مش ترجع تفكر، لن تعود لتفكر مثل ما فكر جيل عصرنا، وإنما أن تواصل ذلك الانفتاح الذي أبداه على بناء الشرعية، على اعتراف بالآخر، حتى لو كان ذلك عند جيل النهضة كان ذلك الاعتراف ناقص في الدستورية، دستور 1861 في تونس، أو دستور عهد وثيقة عهد الأمان 1857 هي اعترفت مثلا بحقوق الأقليات اليهودية والمسيحية، ولكن هل كان ذلك الاعتراف نسبيا جزئيا بسيطا جدا؟ علينا أن نطور الآن ذلك الاعتراف الآخر الذي لا ينبني على أسس دينية أو عرقية، فكل عملية بناء على الأسس العرقية أو الدينية الهوية هذه ستؤدي إلى الفوضى والعنف. الشيء الآخر إنه استعادة تلك الحدوث النهضوية الذي أملاه، ما أملاه هو أن تلك الانفتاحة التحديثية عندنا وقع قطعها، وقع الإجهاز عليها بتجارب للدولة كانت مغذية للعنف، لأنها تجارب هووية، أي أنها كانت مكرسة للهويات. وميلاد الأصولية هو نتيجة حتمية للهوية القومية التي عرفت، التي تعرف الإنسان بمحددات معينة، باللغة أو بالتاريخ المشترك أو بالدين، أو أنها تجعل حصيلة هذا كله. وبالنسبة لكي أين سنذهب، من أين ما هي البدايات الضرورية التي يجب أن نبدأها؟ إذا كنا في حاجة إلى بدايات فلنستعد، فلنبحث عن بدايات موجودة في ذواتنا، في ذواتنا التاريخية، هي جزء من ذاتنا. وهذه الذوات سنستعيد، لا لسنا مضامين الأفكار وإلا مضامين الأسئلة، أم سنستعيد منهم الاستعداد للانفتاح على التعدد والتنوع والمساواة. فهمت؟ لا، أنا أختلف شيئا ما في الإجابة.
أنا لست ضد إعادة هذه الأسئلة بصورة قطعية. ليس لدينا الكثير من الأسئلة لنسألها حتى في الصيغ اللغوي. ستسألين أين، من، هل، متى، يعني حتى في شكل السؤال نفسه، يعني الأسئلة سيكون كيف، متى، أين، لماذا فقط، ليس لنا أسئلة كثيرة. أنت ترين أن الأسئلة التي طرحها مثلا رواد الإصلاح في النهضة ومن بعدهم بقليل، يعني ربما هي أسئلة، نتحدث عن الأسئلة وليس الأجوبة، هي بفعل التطورات التي شهدناها طيلة قرنين يجب تغيير حتى الأسئلة نفسها، لأن لنا لا ظروف أخرى مختلفة. هذا كان سؤالك، ولكن لن أعيدك إلى التاريخ كثيرا فيما تجدلنا نحن طيل 8 سنوات علوية في نفس الأسئلة. ألم نتجادل دستوريا هل نضمن الشريعة باعتبارها المصدر الوحيد للتشريع وهذا ما يعطي دولة دينية، أم أننا نقول لا نضمن أنها دولة مدنية، أو أننا نضمن مثلا هنالك من يدعو إلى الخلافة اليوم وله ترخيص، أليس هذا من طبيعة أسئلة القرن 9؟ ما هي أشكال الحكم في نهاية المطاف، أو قضية الحكم في القرن 19؟ نحن إلى اليوم نتجادل في مثل هذه القضايا. من ناحية أخرى مسألة الهوية، نعرف تعريفين في الإطار السوسيولوجي حين حدد ماكس فيبر أنواع الشرعيات، وقال إن هنالك شرعية تاريخية وشرعية كاريزماتية وشرعية القانونية، وهذا بطبيعته في المسألة البيروقراطية إلى غير ذلك هذا قديم بدوره، ولكنه يبقى مهم. نحن اليوم 26 جانفي 2019، كل الفاعلين في مسألة الدولة أو الحكم أو يبنون شرعياتهم على ماذا؟ على الصنفين الأساسيين الأولين من الشرعية. ألا تلاحظين أن هنالك نعم من يبني شرعيته كاريزماتيا، وهنالك من ينتسب إلى بورقيبة على كاريزما الشخص، وهنالك من ينتسب إلى الثعالبي، وهنالك من ينتسب إلى طاهر الحداد، والآخر إلى فرحات حشاد، ولكنه وهذه يعني شرعية لا ليس لا علاقة لها بالشرعية مثلا التي تجدينها في النرويج أو السويد. هل تتصورين أن مثل هذه الدول ستقول لك إنني أجد في تاريخ القريب أو البعيد ما أستند إليه؟ لا معنى لهذا في هذا. فلذلك هنالك استناد إلى مشروعيات، وكلهم بحداثيهم بعلمانيهم بإسلاميهم بأصوليهم يستمدون مشروعيتهم وشرعيتهم من شرعيات يا إما كاريزماتية يا إما تاريخية. ولا أحد لك يقدم لك مثلا مشروعا انتخابيا حقيقيا يقول لك سأفعل كذا وكذا وكذا بحكم انتخابك لي بصفتك مواطنة تونسية فقط بدون أي هوية أخرى، وأن حزبي لا علاقة له بأي مشروعية تاريخية. فكل واحد يقول لك أنا امتدادي دستوري، والآخر يقول لك أنا امتدادي إسلامي، والآخر يقول هكا ولا لا صحيح ولا لا، والآخر يقول لك أنا لا أنا امتداد للحركة الإصلاحية، والآخر يقول لك أنا امتداد للمشروع البرجيبي، والآخر يقول لك أنا كلهم كيك، لكن عمره ما يقول لك أنا مش عمل لك كياس وسبيتار وتيران كرة ومركب ثقافي وصبال أخير، وإذا كان ما عملتهمش في الوحدة ذي ما عادش تنتخب. لكن المشروعية الحقيقية هي مشروعيات هووية لسبب بسيط
يبدو بسيط، ولكنه يجد إجابته في إحدى مقالات فتح المسكين، وهو تمييزه بين، وأنا لم أرد التعليق على هذا المفهوم، بين الشعب والمجتمع. نحن ما زلنا في إطار الشعوب ولم نتحول إلى مجتمعات. يعني تعرف شو شعوب؟ هو كيما مفهوم القرآني، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وكلمة شعب هذه مفهوم قديم. حتى في مستوى أعلى المؤسسات التشريعية الكبرى، مجلس نواب شعب. شو شعب؟ شعب يعني نجم يكون ما أنت عنده شيخ وعنده واحد، فهمت؟ مفهوم قديم شعب. المفهوم الجديد هو المجتمع وليس الشعب. يجب أن نخرج من هذه البراديغمات القديمة، المشروعية التاريخية والكاريزماتية، وأننا شعب، وأننا مش من الشعب. وحتى في مستوى الدستور نفسه، وأشار ذلك خفية سي أنس في أثناء حديثه، أننا قال كلمته الأسرة هكا ولا لا؟ قال الأسرة هكا ولا لا؟ قلت كلمة الأسرة. شو عندنا فصل دستوري مثلا يقوم النواة الأولى للمجتمع هي الأسرة؟ هذا باراديغم قديم. هو معنى لهذا؟ أنا فصل دستوري، دستور في الدستور بتاعنا، النواة الأساسية للمجتمع هي الأسرة، هذا فصل قديم لا معنى له اليوم. النواة الأولى للمجتمع هي الفرد وليس الأسرة. دوك الأسئلة هي الأسئلة هي نفسها. نقولوا حرية فردية من بعد. نقول حرية فردية. شو الأسرة؟ وأنت تعرف الفرد بالأسرة نتاع بالأسرة. مجتمع تعرفه بالأسر، مجموعة أسر. فما أمور راهو معناتها يجب إعادة الاعتبار بها على نفس الأسئلة تقريبا، وهي لسأت أسئلة يعني تجاوزها. هذه الأسئلة لم يتم تجاوزها، وإنما تم كما قال الأستاذ أنس تعطيلها، وهي يلتقي فيها كل الخطابات الهووية في تشكلها للدولة في المجال العربي الإسلامي، مع أكبر الأصوليات الإمبريالية العالمية، تلتقي في نفس النظرة إلى هذه المجتمعات التي تعتبرها لها استثناءاتها وخصوصياتها، التي لا تقبل القيم الحديثة ولا تقبل الديمقراطية ولا تقبل الواحد، فهمت؟ هذه التي قالتها كل التنظيرات للإمبريالية العالمية الغربية، تلتقي مع داعش، تلتقي مع طالبان، تلتقي مع كل الأفكار المتطرفة التي تقول بأن ما الذي يقول برنار لويس أن المجتمعات الإسلامية لا تقبل الديمقراطية لأنها في تعارض مع المجتمعات الإسلامية ومع فكرها ومع هويتها، هكا ولا لا؟ ماذا يقول الداعش؟ الديمقراطية حرام لأنها ليست من هويتنا. نفس الشيء، كيف نفس المنطق، نفس المنطق، ويتلقوا في نفس الأهداف ونفس فقط يتغير الديسكور، الآخر يظهر قالها غربي والآخر قالها من صلب، لكن كيف لكن في قوة الأسئلة في الفكر الإصلاحي في القرن 19، أنهم على الأقل سألوا ما هي الدولة التي، وإن كانت إجاباتهم غير صالحة كما نجده عند ابن أبو الضياف في مقدمة الإتحاد أو الطهطاوي أو الكواكبي، لم تعد صالحة، ولكنهم كانت لهم الجرأة على القول تيان، كيف نحكم؟ كيف نقاوم الاستبداد؟ ما هي أنظمة الحكم الصالحة لنا؟ هل سألنا نحن هذه الأسئلة؟ أترين أن هذه الأسئلة ما زالت صالحة؟ وحتى حين سألنا الأسئلة ونظام الحكم، وصلنا إلى اليوم في النظام الخصوصي الذي نعيشه اليوم وهو التونسي، إلى أنظمة هجينة أو أنظمة سياسية لا معنى لها، لم تقطع مع خياراتها الحقيقية، ولم تتجرأ على أن تقول راهو ليه احنا نحب دولة المواطن، دولة الفرد،
دولة الحريات الفردية، وانا احنا نتعاركوا على نفس الحكاية، ما فهمتني كيفاش؟ وانا حتى في النظام السياسي حتى الأكثر بيروقراطية، انا احنا اليوم بين نظام برلماني رئاسي شبه معدل. فبقيت إجاباتنا أيضا ترميقيه، وأسئلتنا لم تكن بمستوى أسئلة القرن 19، لذلك فإن تلك الأسئلة راهنة ولم تفقد نظرتها، ويجب أن نسأل أي دولة نريد، أي نظام نريد، أي فرد نريد، هل نحن شعب، هل نحن مجتمع، هل نحن مواطنون، هل نحن ما نعرفش شنو جماهير، فهمت؟ هي ما سي سالي لا كيستيون. اذا ربما اختطفت هذه الكلمه للتعليق لاقول شيئا ان سمحتم لي بذلك. رايتم ان المساله مهم وهي راهنه، الكتاب مهم، صاحبه مهم، مداخله أنس تريقي على الكتاب مهمه في حد ذاتها، وتجاوزت البعد الاستقرائي السطحي الى طرح أسئلة عميقة ربما علينا أن نفكر فيها مع بعضنا جميعا، وأن نطرحها باستمرار، لأنها من وجهة نظر الأكاديمي المفكر المثقف الذي يتجاوز ما أسماه الهويات والتي لمح هذه الهويات القاتلة المغلقة إلى غير ذلك، أن يكون المثقف منخرطا في الشأن السياسي بغير أن يكون سياسويا، وهذا الأمر مهم جدا، يعني كما طرح إدوارد سعيد منذ أواخر السبعينات. لذلك فأعتقد أن لقائنا اليوم كان مثمرا وكان طارحا للأسئلة وكان داعيا للتفكير، ولذلك أجدد شكري العميق للأستاذ أنس تريقي على حضوره بيننا وعلى ما طرحه وعلى ما أفادنا به وجعلنا نفكر معه ونناقشه ويناقشنا ويحير الطمأنينة التي قد نسكن إليها عندما نجيب بعض الأجوبة الجاهزة التي قد لا تفيدنا في شيء مستقبلا. وأشكركم دائما على وفائكم وعلى حضوركم وعلى نقاشكم وعلى مساهماتكم، ولكم كل الشكر، وإلى لقاء قادم.